هنتكلم بقى بتفاصيل عن كل واحد من الانتراكشنز دي. الفوتو الكتريك افكت زي ما كنا بنتكلم عندنا في الاتش نيو نوت اللي هي الانسيدنت فوتون انرجي هتساوي البايندنج انرجي اللي هي الانرجي اللي تسمح لي ان انا اشد الكترون بره الاتوم بتاعته، يعني احرر واحد من الالكترونز الموجوده من الذره بتاعته، زائد الفوتو الكتريك كينيتيك انرجي، كينيتيك انرجي بتاع الالكترون اللي طالع دوت، يعني ممكن اضيف له كمان سرعه والسرعه دي تبقى لها افكت في كينيتيك انرجي وهو طالع. طبعا المينيمم اتش نيو نوت عشان يحصل الكلام ده لازم تبقى ايه؟ لازم تبقى بي. النقطه بقى ان احنا بنتكلم على البايندنج انرجي دي بتديبند اون ذا شيل، اوكي؟ يعني عندنا مثلا لو احنا عندنا عارفين طبعا في عندنا كي وال وام وهكذا، فممكن يبقى في عندنا بي كي وبي ال وهكذا. فالنقطة ان احنا بنتكلم على ان احنا ممكن نحرر حسب بقى الانرجي بتاعتنا دي هنا بتساوي كام، احنا ممكن نحرر حاجة من الـ بي كي او من البي ال او هكذا. فعشان كده نتكلم على الفوتو الكتريك كروس سكشن تاو، ده ممكن نعبر عنه ان هو سميشن بتاع تاو كي تاو ال تاو ام وهكذا، يعني عبارة عن كروس سكشن للكي الكترونز زائد كروس سكشن للال الكترونز زائد كروس سكشن للام الكترونز وهكذا. طب الكلام ده بقى يبان لنا ازاي في الكيرف؟ لو احنا بصينا على الكيرف كده هنلاقي ان احنا عندنا لما يكون عندنا الانرجي بتاعتنا too small to remove an electron from the k shell هيبقى tau k بتساوي 0، اوكي؟ بس النقطة ان احنا عندنا في الحتة اللي هي اللي عندنا هنا دي ما بيبقاش فيه الكترونز هتقدر تتشال، بس بيسكلي يعني ممكن نشيل ال الكترون، اوكي؟ فالنقطة ان احنا في المنطقة دي نقدر نشيل ال الكترون، بس once الانرجي بتاعتنا زادت كفاية بحيث ان احنا نقدر نشيل k الكترون هنشيل k الكترون. فساعتها الجامب دي بتعبر لي عن التغيير بين التاو ال والتاو كي، يعني الفرق بين الاثنين دول هو الفرق بين تاو ال وتاو كي، اوكي؟ ف بنتكلم حوالين الموديل بتاع الكيرف بتاعي حوالين ال 100 كيلو الكترون فولت اللي هو في الاريا دي تقريبا، ان التاو بتاعتي بتساوي او بتتناسب مع زي تو ذا باور 4 اتوميك نمبر تو ذا باور 4 في اي تو ذا ماينس 3. اي دي الانرجي بتاعتي بتاعت الفوتون اللي هو الانسيدنت، والزي بتاعتي هي الاتوميك نمبر بتاع التارجت بتاعي.